السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتي. وصفة اليوم وصفة لإطالة وتكثيف الرموش والحواجب في وقت سريع جدا بمكونات بسيطة جدا وطبيعية وغير مضرة نهائيا، خاصة إذا تتبعنا الخطوات والنصائح وطريقة الاستعمال. بالنسبة لوصفة اليوم قلت استعمل للرموش والحواجب، ممكن أيضا أننا نستعملها للشعر لإطالة الشعر في وقت سريع جدا. نبدأ في تحضير هذه الوصفة. دائما قبل ما نبدأ في عملها أتمنى منكم لايك وشير للفيديو حتى يستفيد أكبر عدد من الناس. أيضا أتمنى من الزوار الجدد يشتركوا في قناتي ويفعلوا الجرس، وسأحاول إفادتكم بأنجح الوصفات، وأكيد أنتظر آراءكم وتعليقاتكم الجميلة. بالنسبة لوصفة اليوم تقريبا فيها مرحلتين. المرحلة الأولى ستكون يعني مرحلة أولى وتأتي مرحلة الثانية. بالنسبة للمرحلة الأولى سنحتاج فيها بعض الخطوات أو المكونات، نستعمل هذه المرحلتين مع بعض حتى نسرع عملية إطالة الرموش وتكثيف الحواجب. نحتاج في المرحلة الأولى إلى مكونين. أول مكون وهو جل الصبار أو جل الألوفيرا. بالنسبة لهذه المرحلة أنصح باستعمال جل الصبار الطبيعي، يعني حتى نتجنب تهيج يعني العينين، ونحاول أننا نبتعد أنه تدخل هذه المكونات إلى العينين، خاصة الناس الذين يعانون من الحساسية. يعني إذا استعملنا جل الصبار الطبيعي سنتخلص من هذا المشكل، وإذا لم نجد نستعمل جل صبار يكون نوعية جيدة. نحتاج تقريبا ملعقة صغيرة أو أقل من جل الصبار أو ألوفيرا جل. نضيف لها المكون الثاني وهو زيت الزيتون. ضروري جدا أنه زيت الزيتون يكون أصلي، يعني كل مكونات أي وصفة أو أي ماسك ضروري جدا أنها تكون أصلية وذات جودة عالية حتى نضمن نجاح الوصفات. نضيف ملعقة صغيرة أو أقل، تقريبا نفس الكمية من جل الصبار. نخلط المكونات مع بعض. هذه المرحلة تسبق المرحلة الثانية. نأخذ كمية من هذا الخليط ونقوم بتوزيعها على منطقة الحواجب بهذا الشكل، ونقوم بعمل مساج خفيف للمنطقة بهذا الشكل. بالنسبة للرموش إذا خفنا من تحسس منطقة العينين ممكن نستغني عن هذه المرحلة، لا نستعملها لهذه المرحلة. يعني الناس الذين يخافون من التهاب العينين لا نستعمل هذه المرحلة الأولى، نستعملها فقط للحواجب. ثم نترك هذا الخليط على المنطقة تقريبا من ساعة ساعتين ممكن حتى أكثر، ثم نقوم بتنظيفه واستعمال المرحلة الثانية. من الأحسن أنها تكون في الليل، وفي الصباح نقوم بغسلها. بالنسبة للمرحلة الثانية نحتاج فيها أيضا إلى مجموعة من المكونات. أول مكون نحتاجه وهو الحلبة. نحتاج تقريبا إلى ملعقة كبيرة من الحلبة. ثم نضيف لها المكون الثاني وهو زيت جوز الهند. بالنسبة لزيت جوز الهند نضيف تقريبا 3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
ثم نضيف المكون الآخر وهو زيت الخروع، نضيف تقريبا مقدار ملعقة كبيرة أو ملعقتين من زيت الخروع. بالنسبة لهذه المرحلة تأخذ منا وقت، يعني نخلط هذه المكونات مع بعض ثم نقوم بوضعها في علبة زجاجية محكمة الإغلاق ونضعها في مكان مظلم على الأقل أسبوعين أو 3 أسابيع، ثم نقوم باستعمال هذا الخليط من الزيوت على منطقة الرموش والحواجب في الليل، وفي الصباح نقوم بغسله. ضروري جدا هذه المرحلة، يعني نقوم بخلط هذه المكونات كلها مع بعض ونأخذ علبة زجاجية معقمة جيدا، ممكن أننا نضعها في ماء مغلي ونتركها تجف، ثم نضع فيها هذا الخليط، نغلق الخليط العلبة ونضعها في منطقة مظلمة لمدة على الأقل أسبوعين أو 3 أسابيع. هذه الكمية قليلة جدا، يعني تصلح فقط للرموش والحواجب. إذا أردنا استعمالها للشعر نضاعف في كمية المقادير. صدقوني هذه الطريقة من أسهل وأسرع الطرق لإطالة الرموش وتكثيف الحواجب في وقت سريع جدا. بالنسبة لطريقة الاستعمال، نأخذ كمية، يعني بعد مرور الوقت الذي تكلمنا عنه نحضر الخليط الأول، نستعمل الوصفة الأولى كما يعني تحدثت عنها في المرة الأولى، ثم نقوم بتنظيفها جيدا، ثم في الليل نأخذ كمية من هذا الخليط ونقوم بتوزيعها على منطقة الحواجب أول شيء بعمل مساج خفيف على المنطقة، ثم نوزعها في المرحلة الأخرى على منطقة الرموش. نحاول دائما أنه لا يدخل هذا الخليط إلى العينين، يعني إذا استعملناها في الليل في الصباح نقوم بغسلها وتنظيفها جيدا، أما إذا استعملناها في النهار من الأحسن أننا نتركها مدة طويلة جدا على الأقل 3 أو 4 ساعات. نكرر هذه الوصفة يوم بعد يوم أو بشكل يومي للحصول على نتيجة أسرع. بالنسبة للناس الذين يخافون من تحسس العينين، يعني ممكن أو عندهم حساسية أصلا في العينين، ممكن أننا لا نستعمل هذه الوصفة، يعني يبقى الاختيار لكم. هذه هي وصفة اليوم، شكرا لكم على المتابعة، لا تنسوا لايك وشير للفيديو.